السلام عليكم، حلقة جديدة بعد غياب طويل من TFT على البث المباشر. اليوم عم نسجل هذا الفيديو، لسه ما بعرف شيء تقريبا بهذا السيزن. كنت عم بستنى يخلص السيزن، بعدين نسيت انه بنص السيزن في تحديث، بنص السيزن بيضل السيزن مطول، فبقيان شيء شهر لحتى يخلص السيزن. قلت لحالي خليني فوت على هذا السيزن وشوف ايش وضعه. كنت بصراحة ناوي انا ما العبه ابدا، بس هلا قلنا خلينا نجرب. تعال نشوف شو حيصير معنا باول مقطع سجله بهذا السيزن، هل حيكون شيء مقبول ولا لا. ما اخذنا شيء بدايتها، مسك ناخذ درع لنشوف اذا حنقدر نساوي. طبعا احنا على البث مباشر على twitch.tv/1jinjin1 مع بعض المشاهدين المهتمين في هذا الموضوع. ما حروح على الاشياء المعقده جدا، ممكن العب ميجز، بس اتوقع اني حروح على شيء سيمبل اكثر، يعني تانك رينج سيت اب، لانه الميجز ما بعرف قد ايه حيكونوا معقدين. بدك 9 ميجز بنفس الوقت. نشوف الايتمات شو ممكن تجي. اذا في بروزرز كارنر، في ليونا، في كانونير هاي اوت، ممكن هلا هدول مثلا خلي البروزر. في عنا هذا الايتم نفسه التايتن القديم، ما غيروا فيه شيء ولا غيروا شيء. 2 اتاك 2 ابيليتي ات فول ستاك 25 يعني نفسه. او صار في عنا برامبل للدفاع كثير قوي. في وورير، في ناسوس، ما ناسوس هذا حلو عليه كمان ممكن، ما بعرف. في خيارات دراغون ميج، في عنا ووكونغ بدل سكارنر، يلا نخليه بركي. رحنا وورير، ما بعرف جولد، اذا جولد ما فينا نجيب 10 جولد. يور تيم وان اديشنال ميستيك، ميستيك هي ريزيستنس ايتم كامل. يور يونت جين 10 ابيليتي افتر كاستنج ابيليتي، هي للميجز بتوقع اكثر شيء او لاي شيء ثاني، بس عم بفكر بهذول الاثنين، يا يعني نجيب الميستيك يا يعني ناخذ ايتم. شكله الميستيك منيح لانه حيكون في عنا ما ماجيك ريزيستنس فور فري، وراكان هو اوريدي ميستيك مع جارديان، فراكان ظريف، فهيك اخذنا هدول. فهمتوا شو قصدي؟ هي اخذناها يون، في زاك، سؤال هاد ولا هاد ما بعرف. هذا ولا هذا لساتني مالي مقرر صراحة. بظن البرامبل فيست، بس البرامبل فيست ما منيحة هدول. برامبل فيست بدناها على حدا أقوى، فيا بنعطيها لحدا حنبيعه يا ما بعرف شو حنساوي. مش عنا مشكلة بالدمج كمان، في سويفت، في سويفت بالساحة يا شباب، في سويفت بالساحة. هاخسر الجولة الجاي معلش، خليني اخسر الجولات عشان اخد ايتم. اول شي نجيب شي ظريف مع هاي، ممكن عصاية سحرية او كريتيكال. يعني اكسب جولد واكسب ايتم، اخسر هيلث، هاي الخطة اللي عم فكر فيها حاليا. كانونير خلينا نشوف مين فيه، من الصور صعب اعرف مين هذا الابيك. حدا بيعرف بالبث مباشر مين هذا الابيك الكانونير يا ترى؟ I don't know.
بس هذا المنظر ما له سيء كتير بالنسبة لليفل 3، ولا ايتم ولا ليفل. نحن مناح، نحن مناح. نعمل مي توقع. بس ليونا نزلت على الساحة وزيري. شو الريج وينج بيعمل؟ convert mana to rage attack speed and 15% healing percentage damage. هذا شيء ظريف. في هذول اذا بدنا سويتش اوت ما هلا مالي عارفان مين احسن لي، السويفت شوت ولا الكانونير بهالحاله. كل خمس ضربات بيضرب ضربه تفجيريه. هاي معناتها بدي عصايه سحريه معهم هدول. عصايه سحريه بليز. اوكي اتوقع هاي حتكون لزيري. البلو، البلو كانونير. فينا نستغني عن واحد جارديان، ما عندنا مشكله. هو هاد ناسوس جاهز. هلا هاد ما لنا شغل فيه، فانا قصدي ننزل هاد هيك ونعطي هذا هيك وهذا هيك، نعطي هذا هيك وهذا هيك. هذا اللي ببالي، هذا بنرجع بنغيره بشيء احسن منه بعدين لما يجي، لانه في مثلا ايبيكات واشياء اعلى. هو هذا رمادي بكل الاحوال، ليونا رماديه هي وناسوس، فبنعطيها لشيء اعلى. طمني على الدمج، عم تساوي دمج هاي زيري؟ يعني ما بعرف عم تساوي دمج بس ما له مقنع كفاية، صح ولا لا؟ اتوقع هدول خلاص ما عاد نستعملهم، نضل على هدول. واحد او اربعة خمسة خلاص. بهمنا نفوز الجولة لناخذ 30 جولد. صعب انه نفوزها كمان بس بهدول، بس محاولة. الجولة الجاية كمان فينا نلفل، فينا ننزل. احسن شيء بدنا اياه هو ميستيك، انه الوحيد اللي بياخذ ليفل فورا، البقايا بدهم للاربعه لحتى ياخذوا. يا اخي انا مصدوم باللعبه، متغيره كثير علي. هذا الاكسبانشن متغير كثير. انا بصراحه اول ما نزل الاكسبانشن ما حبيته، بس اللي عاجبني الجرافيك، الصور، الاشياء، في شيء حلو للامانه. الصور التحتانيه، السكنات ان المختارين تبع الدراغون، في شغلات حلوه كثير. 30 جولد، اذا 30 صارت التاليه 30، ممتاز اكثر من ما توقعت. سجواني سجواني ما مشي حاله. نار تويتش هلا شلناه. اذا ما في شيء غير اذا بدنا نبيع ناسوس مشان ال 40 جولد، الا اذا اجى جولد. ما بعرف، خيار صعب. احنا عندنا اثنين جارديان،
فممكن ننزل لاسوس وزاك، بس هذا الشيء مطول ليصير كثير، شيء مطول ليحصل. عاوز يجينا بو، تمام 40 جولد. ما بعنا ناسوس ومشي الحال. هلا جانا موريلو اذا بدنا، خيار حلو موريلو على هي اظن، لانه هي عم تضرب خط، بس المشكله ممكن ما تصيب حدا، فما بعرف. خمسين جولد عنا خيار، يا نبيع ونقوي حالنا شوي، يا ما حروح على هذا الخيار الموريلا هون، ما خايف ما تصيب. يا نلفل ونقوي حالنا شوي، بحساوي هلا هيك، بالتالي صار في عنا ثلاثة جارديان. بهمني اني ضل محافظ على الويننج ستريك بصراحة، حتعطي جولد اكثر من 50 او معادل لإله نفسه، فاكيد بختار اني اربح عشان ما اخسر هيلث. في شيء فيني بيعه هون لحتى ضل اون توب؟ فيني بيع زاك، ليتس سيل هيم، خلينا 50 جولد ماكسيموم ماني. Your unit start combat with no adjustment allowing 25 maximum health. Your tactician. بهيل هذا، هذا بهيلني بس ما بدي. Your unit receive critical strike. هلا نعمل refresh. حبيت هاي. خلينا نشوف شيء ثاني. When you reach level 9 gain 45 gold. Unit isolate in pairs gain. شو اخذ؟ شو اعطوني؟ تاخرت كثير انا اسف. بس اعطوني اللي بدي اياها صح؟ نعم. لانه عندنا اربع تريتس. فايتس جود. ما رح نطلع ليفل صح؟ بهالحالات هي لازم نطلع ليفلات. هذا تيس ليونا تيسي نظامية، لا تخاف صار له ساعة عم يضرب فيها هيك، لسه بروم بروم كتلة أقوى بظن. أفيليوس أفيليوس أخضر، بس هاي بدي إياها مشان الريج وينج، فا وي كيب إت فور ناو. بس فينا بكل الأحوال نزل أفيليوس. آه لا ثواني، بدي نزل جارديان رابع. هلا صار بده زاك اجين، نشوف الالتي تبع افيليوس هيك على ارض الواقع دغري قبل ما اقرا شوف شو هو، بس ما بقى يحط مثل ايام زمان. اه ضربه جماعيه، هذا لاعب قوي شكله، بس منيح قدرنا له، يمكن لانه هذا ليفل واحد عنده سبب خسارته الاساسيه. ليك طاقته 100 كانت صح؟ كان جديد بالكرتونه. طبعا لعب رانكت يا جماعه، غلط الواحد يلعب رانك، بس هذا اللي عم نساوي نحن. اللي بفضلهم الايتمات يا بو يا درع سحري،
راح البو سيف معناها. هذا لساعته هيك ستيك جراند 25 اومني فامب دامج هيلز لويس برسنت. نعطي هذا الكلام لهذا الكلام. اتوقع منيحة الفكرة. Not bad. دق 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 دق. No. معنا كاش منيح. معنا كاش منيح. بس إن شاء الله ما طمعنا يخلينا نخسر الويننج ستريك تبعنا. بس ما فيني يعني. بدي يطلع ليفل 7 صراحة. ليونا بدنا نستفقد له لأنه حط تربيعة لأنه هي الحلقة الأضعف بالنسبة للتانكات والتير تبعه. طبعا إذا أنت من محب TFT مستغربت مشاهداتك كتير عالية بالعالم بس بالوطن العربي قليلة. بس أكيد في عالم بالوطن العربي بلشوا يبحثوا عنا. فلا تبخل أنك إذا عم تشوف المقطع لهلا أنك فورا تعمل لايك وتكتب لي تعليق ايش رايك بتي اف تي، قديش بتحبها، قد ايه حاب نزلها فيديوهات، نزلها شورتس ايش هي، اي تعليق كمان مشان اليوتيوب يشوف انه العالم مهتمه. في هي الميستيك نوت باد، بصيروا ثلاثه ميستيك، شايفها منيحه انا. والله حلف بال معلش ارجع نزلك انت مره ثانيه. صار عندنا 3 ميستيك معناتها 80 ماجيك ريزيست. فكمان التانك تبعنا برامبل فيست مع 80 ماجيك ريزيست اتس فيري جود. ضغط عالي على الخصوم. اوكي نايس شيلد. مكان البوزيشن تبع السفير سيرافي كثير مهم لانه هي لما تضرب الالت تبعها بتعطي شيلد بدويره صغيره. فبدك تحاول تحطها بالنص. نايس 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 نايس. الجيم جميل جدا، انا مبسوط جدا وسعيد. مصدوم، مو بس مصدوم باللعبه، مصدوم انه اول جيم عم سجله للعبه قدام مشاهدين بس مباشر وقايل لهم بدي نزله على اليوتيوب ايش ما كانت النتيجه تكون. فمصدوم انه الجيم لغايه الان ماشي بشكل حلو. انا الاول يعني هلا حتى لو خسرت انا كبدايه عملت اللي علي. وتمبست غريفز، خلينا نشوف غريفز شو بيعمل. تمبست، في حدا تمبست تاني؟ لا شو بتعمل تمبست؟ هات نشوف. هاد اوت سناء. سناء مخلينا مشان الريج وينج. جيد ميستيك او هاد ياخذ محلين ولا لا محلين؟ والله جيد الله مفكر اعطيه هاد للتانك بس لسه في خيارات تانية فخلينا ما نستعجل نشوف كيف نستعمل هالكرت الرهيب هاد. بس مش لما عنا دراغون ما عنا جيد. عليكم السلام. ما عنا جيد وما عنا دراغون. هو لحاله حيعطي هاد سمن موبل جيد ستاتو ذات برو ان باور. لا 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 ما بدي، غيرت رأيي. All healing and shielding on your unit increased. هذا حلو للأشياء اللي عنايا. After casting لا aura items. أنا حبيت الفيرست ايد. عنا شيلد ماشي حاله. وعلى هالسيرة معناتها بدي قوي هالإنسانة الظريفة أكتر. تي بلو باف ناسوس ناسوس هذا اوت اتفقنا. يطلع ليفل 8 اظن.
طلع ليفل 8. بتوقع بدي كانونير. دي كانونير بدل ناسوس حنزل افيليوس. نايس شغال شغل حلو والله. هي حاعطيها كمان ارمور زياده الوقت الحالي انه حتنكب بكل الاحوال. اتوقع ما حتكمل معنا ليونا مع انه اشتغلت منيح للامانه، بس ما حتكمل معنا خصوصا انه ميراج ما لقى اي شغل. ما لقى اي شغل. اخ اذا مقطع يوتيوبي نار وشرار، اول تجربه مقطع ناري جدا جدا. استرال سويفت قلت لا لا لا، كليكسي سويفت شوت قديش عم بيجي منها غير طبيعي غير طبيعي. مكمل بالتلفيل ومنزل هاد الاخ. اذا 4 3 3 2 واخيرا هي بركي بتلفل. لازم الدور الجاي احاول لفلها ريفرشات. خلص هلا هضل 50 جولد مع ريفرشات. هلا اذا حتى لو خسرت خلص ما عاد عندي مشكله لانه وصلت للمكان يلي بدي اياه اللي هو ليفل 8. طبعا انا يلي ما بيعرفني وصلت بهاللعبه شو كان جراند ماستر الليفل اللي وصلنا له، وعندي تحديات قديمه بالقناه كنت عاملها بالعيد تبع رمضان او برمضان من قبل، فعندي خلفيه عن هذا النمط كثير منيح ولعبان هالنمط باكثر من لعبه. حتى وصلت ميثيك بموبايل ليجند ماجيك تشيس من جديد على الموبايل، ف بعرف شوي الاساسيات. فحتى لو ما بعرف الجنود شو بيعملوا او ما بعرف شو الجنود شو حيطلع لي الليجندريات كلهم ما بعرف شو هن، بس الخلفيه هاي بتخليني انا مرتاح. ما حفكر كثير شو بدي اخذ لانه بس على الاغلب فكر بدرع سحري. درع سحري هو احسن خيار. ممكن بو اما ضل لي اثنين درع سحري وبو. شو اخذ؟ زيد الدفاع ولا حزيد دفاع؟ حزيد دفاع للماكسيموم. ولا استنى بركي بجيب درعين سحريين احسن. ممكن درعين سحريين احسن بهالحاله، عشان هيك حاستنى لهون. إذا بلاقي درع سحري بخلي هذا. رجعت لي مرة تانية بدي بس هاي البنت. أو بارت، بارت حبيته. ميستيك ما اختلفنا عليها. Alive as a survivor player combat have name your chance to create a dot. Bard always create a dot when dancing. Each dot you collect increase your shop odds. What? هذا حلو لنجيب شغلات اعلى. بارد محل مين؟ مبدئيا محل الجارديان. قتلناه هذا الاخير. والله بارد حلو يا جماعه. بارد حلو. هيكارم ظريف بس ما فيني اخده. هات شو وضعه؟ بلو باف مون لايت دراجون سناء بروزر ميج لجون كايسا. واخيرا واخيرا جانا شيء عليه القيمه. 50 جولد حضر ال 50 بس بدي بارت محل هاد. شو رايكم؟ وات ذا هيل. 4 ميستيك كثير. 150 ماجيك ريزيست. مثل ما قلنا هاي ما لها طعم الميراج صح؟ الميراج ما لها طعم. بدي ليفل 9 بهالحالة صار بدي ليفل 9 جايز عشان اجيب تانك احسن من التانك.
واحد عم بيضرب نازل سفق سفق طرق. او ماي جاد كلام حساس جدا. تخيل يكون انتصار. اذا هدول الشغلات لا انا بس شو بدي مع هي قلنا درع سحري كتير منيحة. ريفرش كمان لا ريفرش كمان لا ريفرش 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 كمان ريفرش. هاي درع سحري بلو باف تاني. لا بحاول على كومبو كتير صعب. هاي منيحة هاي منيحة. يس ليتس جو. هذا الكلام عليها علامات. ليش؟ لانه هاي على هاي. وهي على هاي. وهي ما بعرف على مين حتكون. لبارت بظن ده جريفز. جريفز هذا كتير قوي اللاعب. كثير قوي. بدي اطلع ليفل جايز. لازم اطلع ليفل. حرام ما نربح الجيم. احنا هلا اول اربعة هو فوز ما اختلفنا. بس هلا احنا عم نطلع المركز الاول. هذا اللاعب كثير قوي. اي هذا جريفز وضعه جيد. بدي اطلع ليفل لازم. هات شو لاجون وكالونير. لاجون يعني من بس متأخرين على لاجون. لاجون شكله مثل البايرت من زمان يعني بيطلع جوائز. عدد الناجين 5. هلا جريفز ممكن يصير فعال اكثر شوي مع هالايتم. كثير قوي هاد زبي. وهذا تويتش مرتاح. بعطي 45. سفينة توب 4 اذا فوز مبدئيا. اذا الحمد لله المقطع هينزل على اليوتيوب ما له خسارة. فكر ليفل ميراج نو لازم بدل ليونا. بدي تانك احسن من ليونا. اضربوا هاد اضربوا هاد اللي ورا. حدا يضربه حدا يأذي. سيرافين ما عم تعمل اوتيات كثير كفاية. ايدي كاري تبعنا ماله عاجبني اداؤه. هذا بار بصير ليفل 2 عنا. نجيبه بركي من الشوب لانه محتاجين لايتم جديد لجريبس. محتاجين ليفل جريبس بصراحة.
تيمبست. تعطي 30، وضع مخيف. في شيء ممكن نجيبه يفيد؟ ما في. ميستيك ممكن، لا بس ميستيك بده مكانين، ما مشي الحال. ما بعرف ليش ما عم بيجيني غارديان من اللي تقال. يلا يا غريبس يا حبيبي. غارديان تقيل. كمان جايز غارديان تقيل. ميج ما بتتكرر الأشياء السيئة. ركان بلفل عندي ما كير الأشياء السيئة ما بديها. بدي جريفزي لفل. بعطي 14 يمكن موت. هلا شفت وضع شكله مقبول، ما له سيء جدا هلا مقبول. نعم وي ديد ات، بس مو هذا اللي بخوف. اللي بخوف هذاك الثاني ما مات كمان. شو الايتم؟ جريفز. اوكي هذا اللي اذا نزلناه بصير في عندي 5 ميستيك، بس بده ينشال بارد. مين بده ينشال معه؟ ما بعرف، ما في. اخسر الاربع كانونير يعني. هذا الخيار اللي عنا اياه. اجا واخيرا هذا. اذا هذا اوت وهذا ان وهذا صار عنا. After dying during combat. Graves level. إن شاء الله ما موت بس. أوه هذا الليفل 3 تويتش. كمان اصمد. كتير قوي هذا تحتاني مثل ما او ماي جاد. كتير قوي هذا تحتاني. اذا كان جيم كتير حلو وصلنا فيه للمركز الثالث او الرابع ما بعرف، بس اتوقع لو بس التانك تبعنا لفل لك قديش عندي اشياء. لو التانك تبعي لفل، لو التانك تبع ليفل كان ممكن انه نطلع بالجيم. اذا بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الجيم، وان شاء الله نعمل جيمات كمان حلوه جديده. ما تنسوا لايك شير سبسكرايب، ونراكم قريبا ان شاء الله. كمان مره جيجي مون، مع السلامه.